أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات وأعطيت لباسا فيه صور، ولا بد من لبس هذا اللباس في العمل، فما حكم ذلك؟ تطمس الصورة، تطمس الصورة وتلبس اللباس، إلا إن كان قصدك صورك، لأنهم من المصانع والمحلات يعلقون صورة الشخص عند الدخول وعند الخروج، هذا تعلقها عند الدخول فقط، وإذا أنك دخلت تخفيها، تخفيها إلى أن تحتاج إليها، فإذا احتجت إليها فأبرزها، وإذا لم تحتج إليها فأخفها. نعم.